اهلا وسهلا، انا كوتش مين روبرت. ويلكم تو ماستر في سيلف. النهارده هنتكلم على انا مش فاهم نفسي. النهارده جالنا ايميل من واحد عنده 25 سنه بيقول ان هو صغير كانت حياته اسهل بكتير، وكان اجتماعي، وكانت كل الناس بتقول ان هو كان لذيذ وجميل والكلام ده كله. ولما كبر شويه بدا يحب الفوتوغرافر، وان هو بدا يهتم باهتماماته والكلام ده كله، ومن ان هو بدأ يحب يصور والكلام ده بدأ ان هو يحب يهتم بشكله، والناس بدأ يعجبها الحوار ده، وبدأ ان هو يجذب بنات والكلام ده، وبدأ ان هو يحب ويتحب. ومرة واحدة كل ده اتاخد منه، وبدأ ان هو يحس ان ثقته بنفسه بدأت تقل والكلام ده. وبعدين رجع تاني يحس ان هو لازم يهتم بنفسه، وبدأ رجع تاني البنات تهتم بيه، وبعد كده كل ده بيختفي تاني. فهو عاوز يعرف هو ايه اللي بيحصل، ايه المشكلة، في ايه. فانت لو عندك نفس المشكلة دي من فضلك اتفرج على الفيديو ده، يا ريت يساعدك. ويخلينا نقرا الايميل بتاعه. اولا بيقول لي انا اسمي كذا كذا، طبعا مش هقول اسمه، عندي 25 سنة، ساتكلم بالعربية بحكمها لغتنا نحن العرب. المهم ان انا مررت ببعض التجارب الايجابيه في حياتي وانجزت الكثير وانا صغيره والحمد لله، ولكن مررت بمراحل سلبيه كثيره ايضا في حياتي، حيث كنت ذلك الطفل المهذب الطبيعي الظريف للناس جميعا. لكن حين دخلت في مراحل المراهقه تغير مجموعه من الاشياء في شخصيتي. دخلت الى مجال الفوتوغراف واصبحت اصور الكثير، نفسي والاشخاص والاشياء، والذي جعلني أبدأ أهتم كثيرا بمظهري، والكل أعجبه الأمر لأنني كسبت الثقة بالنفس، وأصبحت أخرج مع الفتيات دون أن يكون لي علما بمجال الإنجذاب أو ما ذلك. طيب أنا حابب أقول بس أول حاجة على اللي أنا لسه قايله ده. أولا وإحنا صغيرين ما بنبقاش عارفين أي حاجة، وإحنا صغيرين خالص. يعني هو بيصف في الأول بيقول وإحنا صغير خالص كان كل الناس بتقول عليا ان انا ظريف ولذيذ والكلام ده كله. اولا انت ما تعرفش، انت كنت صغير لدرجه ان انت يعني ما عندكش الوعي الكفايه ان انت ممكن تعرف ان انت كنت فعلا ظريف ولذيذ ولا لا. حتى لو الناس كانت بتقول لك كده ممكن، يعني كل ما انت بتكبر كل ما وعيك او فكرك عن الحاجات بيبدا ينمو، تمام؟ فبدل مثلا ما كان فكرك ان انت كنت كويس ولذيذ مثلا، لما كبرت شويه اكتشفت ان انت لا، عندك مثلا مشاكل مثلا مأثره عليك في حياتك، او مثلا عندك مثلا حاجات لا، اللي هو انا ما طلعتش جامد كده زي ما انا كنت فاكر. فلما جيت مثلا اتعلمت حاجات جديده، ده انا فعلا ثقتي بنفسي زادت والكلام ده كله، تمام؟ في حاجه تانية انا عاوز اقولها، ان انا مبسوط منك جدا ان انت يعني عندك الفضول ان انت عاوز تتعلم حاجه، وان انت اتعلمت ازاي تتعلم تصور، وبدات تصور بنفسك وتصور الناس والحواليك والكلام ده كله، وان انت بدات تهتم بشكلك. بس انا عاوز اقول على حاجه مهمه جدا. طبعا في مثل بيقول you look good feel good، حاجه كده، اللي هو يعني من الاخر لما يكون شكلك كويس انت تحس ان انت عندك ثقه بنفسك. بس الفكرة هنا ان انا مش عاوزك تكون قاعد مركز على مظهرك كله. يعني طبعا المظهر اساسي ان انت يبقى شكلك كويس، بس اللي انا اقصده ان ما يكونش عشان انت مثلا مش لابس حاجة او مش متصرح مثلا كويس او ايا كان فانت ثقتك كلها تتشال. انت فاهم اللي انا بتكلم عليه؟ يعني انا مش عاوز ان ثقتك تكون برا خارجك، برا برا براك، تفهم قصدي؟ يعني انت مثلا بعد شويه مثلا بتقول ان انا بعد كده الناس اعجبت بالكلام ده وثقتي زادت في نفسي، وده طبعا اساسي لان انت بدات تتعلم حاجه جديده، بدات تبقى كويس فيها، وبدات تشوف ان الناس اخدت بالها من الحوار ده، فده طبعا بيزود من ثقتك بنفسك، وده حاجه حلوه جدا. واصبحت ان انا اخرج مع الفتيات دون ان اعلم بمجال الانجذاب، ودي حاجه مهمه جدا 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 جدعان. اللي انا بعلمه لكم هنا في القناه ديت، اللي احنا بنعلمه ده، المفروض ان ده الطبيعي اللي بيحصل. يعني انت لما فعلا بتبقى عندك الثقه الكافيه بنفسك، انت بتعمل الحاجات دي كلها بلا وعي، لان انت ما عندكش الفكره ان انت عاوز تخش في العلاقه مع الشخص ده. انت بتتعامل عادي، بتتعامل بيس، ما عندكش مشكله ان انت خايف تترفض. بمعنى ان انا مثلا لو يعني، وبالذات دي بتبقى وحشه قوي مع البنات، ان انت لو داخل العلاقة او بداخل تتعرف وداخل ان انت تتكلم مع واحدة، وداخل هو ايه، بتحاول تحط نفسك في
ما بين قوسين الكلمة اللي مكتوبة، اللي هو ان احنا بيقول ان احنا لازم نكون بيتقال علينا متصاحبين او ان احنا في علاقة. انسى الكلمة دي، انسى الليبل ده، انساه خالص. انت داخل علاقة مش عشان تحب، مش عشان تخش جوه علاقة. انسى الكلمة، انساها الكلمة. الفكرة ان انت شايف ان انت لازم تبقى في ما بين قوسين علاقة مع حد. انت لو بدأت تشيل الفكرة دي من دماغك، الدنيا كلها هتبقى اسهل زي ما انت كنت بتعمل في الاول. انت ما كنتش داخل العلاقة او داخل ان انت تعرف على البنات وتتكلم معاهم وتنزل تخرج معاهم ان انت لازم تنزل معاهم وتحبهم وتبقى في علاقة. لأ، انت كنت نازل تنزل عاوز تنزل تنبسط مع الشخص ده، هي دي الحقيقة وانت عارف ياك كويس. تمام. بعد بقى بدأت انت بقى تهتم بقى بالحوار قوي والموضوع بدأ يشغلك جامد، بدأت انت تقول ايه بقى، بدأت اللي هو ايه واصبحت اخرج مع فتيات بنوع علما بمجال الانجذاب وذلك، ومع الوقت اصبحت ثقتي بنفسي تنخفض لان صديقاتي تركتني والبنات ايضا. وهنا بقى الفكرة اللي انا بعلمكم هنا في القناة، ان في حاجات كتيره قوي لازم تبدا تفهمها عن نفسك انت كراجل، ولازم تفهمها عن الستات، ان الستات مختلفه تماما. يعني انت اكيد عملت حاجات كتيره قوي في النص من اللي انا هحكيها دلوقتي، كلمت كتير قوي 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 معاها في التليفون وواتساب والكلام ده كله، واكيد في النص اكيد قلت حاجات كتيره جدا بتخلي شكلك ضعيف وتخلي ان انت تقول لها مثلا هو انت بتحبيني؟ شايف السؤال جاي منين؟ السؤال جاي من ضعف. هو انا كويس؟ هو انا فعلا يعني دايما اسئلتك دايما او في معظم الوقت فيها شك، شك عن نفسك او شك فيها او شك عن العالم. فده طبعا حاجه ما يبانش انت عندك ثقه في نفسك. برضو من الحاجات اللي ممكن تكون برضو بتقفل البنات ان انت بتفشل في اختباراتها، ان هي لما بتيجي تختبرك في اي كان الاختبار على حسب ايه الموقف اللي انت فيه وايه اللي انت هي شايفه ان انت ضعفت فيه. طبعا انت مش كاتب اي حاجه هنا، فانا بخمن يعني وبديك الاوفر اول الحاجات اللي ممكن اي بنت تنفصل منها وتتضايق منها. ان انت مثلا ممكن ما كنتش انت القائد، انت ما كنتش مثلا بتقول لها تعالي ننزل في المكان كذا في الفلان الميعاد الميعاد معين وكنت تاخد الخطوات. ما كنتش بتقول لها مثلا احنا هنروح مثلا نقعد في المحل ده او هناكل في المحل ده. ما كنتش مثلا بتقول لها انا ما بتعجبنيش الطريقه اللي مثلا ما بتعجبكش في المعامله ما بينكم. ودخلت في مرحله اكتئاب، والذي ما فترة ان ذهب الا بالعمل على اهدافه، يعني هو راح يعني يشتغل تاني على اهدافه تاني. فبدات بعد ذلك اهتم بحياتي دون الحاجه الى الفتيات. شفت زي ما كنت بقول لك ان انت لما بدات تركز على نفسك وما بداتش تحط في دماغك ان انت عاوز تصاحب وان انت عاوز تخش في علاقه وان انت لما تيجي تتكلم معاهم مش جواك ان انت عاوز تخش في علاقه، الناس بدات تنجذب لك تاني وبدات ان انت تخش في علاقه. هي الفكره ان البنات عامله زي القطط والرجاله عامله زي الكلاب. القطه لو جريت وراها هتجري بعيد منك، فاهم؟ لكن الكلب قلت له تعالى هنا مش عارف ايه هيجي ينبسط وتعالى اقعد سيت داون، لكن الست عاوزه تروح وتيجي زي ما هي عاوزه. فمن ممكن من الاشياء اللي انت تكون برضو اخطات فيها ان انت كنت بتحاول دايما تتكلم معاها، دايما انت بتحاول تخصب العلاقه او دايما انت فين انا عاوز اتكلم معاك انت مش موجوده، وتحاول دايما تتكلم معاها حتى لو انت غصب عنك ساعات او بقصد بتهمل حاجاتك الشخصيه وحياتك انت عشان تبقى معاها في العلاقه او بتتكلم معاها. وطبعا البنت ما بتبقاش عاوزه كده، لان البنت بتبقى عاوزه راجل عنده هدف في حياته، حتى لو هو عاوز يقعد معاها قوي هو لازم يروح يعمل حاجه اللي وراه لازم. دي حاجه بتجذبها جدا. تمام. الستات ما بتحبش الرجاله اللي ما عندهاش هدف وبروطه في حياتها. بروطه يعني ايه؟ اللي هو خملان مش عاوز يعمل حاجه او بدأ يفكس حياته كلها بسبب ان هو عاوز يبقى في العلاقة دي مع البنت. تمام. يعني كنت بقول برضو ان انت مش عاوز ان البنت اللي معاك تبقى اهم حاجة في حياتك. انت عاوزة تبقى من اهم الاشخاص اللي في حياتك، يعني مع مدار الوقت لما تبقوا في علاقة سنة ورا سنة ورا سنة. لكن اللي اقصده ان انت مش عاوز تبقى اهم حاجة في حياتك، يعني بمعنى ان هي لو مشيت هتزعل، لان هي ما انت بتحبها وهي بتحبك وبقالكم فتره مع بعض وانتوا الاثنين الايدنتيتي بتاعتكم او شخصيتكم بقت نوعا ما مربوطه ببعض. فانت لما تمشي هتحس ان انت اتضايقت وزعلت والكلام ده كله. وانا طبعا متفق ان انت لما تمشي هتتضايق، متفق طبعا، وبالذات طبعا ان انت يعني قعدت حبه كتير طبعا ما لقيتش حد تاني مكانه، فساعتها طبعا احسن ما لقيتش حد تاني احسن.
فطبعا الموضوع ده يعني هيخليك دايما ان انت قاعد في مكانك والكلام ده كله. بس الحمد لله انت بدأت تزهق من الاكتئاب اللي ملوش اي لازمة ده، وبدأت اللي هو طب انا هفضل واقف كده كتير، طب انا لازم اقوم اهتم تاني بحياتي، تمام؟ فبدأت انت بقى تهتم تاني بحياتك، فرجعوا يهتمون بي وليس بكثيرا. دخلت الجامعة، فبحكم تغييري لمحيطي لم استطع الحفاظ على ثقتي بنفسي، واصبحت منطويا على نفسي، وفقدت كل مهاراتي الاجتماعية، الى ان وصلت لمراحل لانني لا استطيع الكلام مع شخص جديد. وبقيت على هذا الحال لسنتين الى المستوى الثالث في الجامعة، حيث بدأت حين ذلك اجذب اعين فتاة او الفتيات حولي بفضل اهتمامي بحياتي واهدافي، فكنت غويا دون وعي مني، تمام؟ فبدأت الاهتمام بمجال تطوير الذات. طيب قبل ما نبدأ عند بدأت بمجال تطوير الذات، انا عاوز اقول حاجة، ان انا تاني هقول لك ان انت لما بدأت تهتم بنفسك وبدأت ان انت تركز في حياتك وبدأت ان انت تفكس من ان انت الفكره ان انا عاوز ابقى في علاقه، وكمان حاجه مهمه قوي ودي انا واخد بالي منها، ان انا ستيل شايف ان انت برضو حاطط قيمتك الشخصيه على الناس الاخرى، ودي عقده كبيره جدا كانت برضو عندي، تمام؟ وعاوز اقول لك يعني ان انت يعني عقده زي دي ممكن تعيش وتموت مع ناس. فانت لو حابب ان انا اقدر اساعدك، من فضلك خش تحت في اللينك، هتلاقي لينك على بيودي على ديسكفري كول، تحجز حصتك دلوقتي. ديسكفري كول عباره عن 45 دقيقه بنقعد نتكلم فيها مع بعض، نشوف ايه المشكله وازاي نقدر نحلها، واذا كنت انت هتقدر تبقى عميل معايا، ونقدر ان احنا فعلا نحاول نحل المشكله الاساسيه، مش الافكار او الحاجات اللي انت بتحاول تصلحها. يعني بمعنى انت دلوقتي بتحاول تصلح الحاجات الخارجيه، الحاجات الخارجيه دي مثلا اللي انت لو حاولت تصلحها برضو مش هتصلح الفكره الاساسيه او المشكله الاساسيه اللي بتنبع او بتطلع كل المشاكل دي، واللي هي انا حاسس ان انت يعني طبعا انا مش هعرف اكيد غير لما اتكلم معاك ونقعد نتكلم مع بعض، بس انا شايف ان انت نوعا ما ممكن تكون عندك الفكره ان انت شايف ان انت مش محبوب، او ان انت يعني هي ممكن تكون انت شايف ان انت مش محبوب وحاطط قيمتك الشخصيه على البنات، تمام؟ زي ما كان عندي. فهو لما رجع بدأ يهتم بنفسه، والناس بدأت تاني ترجع له، وبدأ ان هو ده بدأ يبقى جذاب اكتر، وبدأ يبقى سعيد، وبدأ يهتم بنفسه، وثقته نفسه بدأت تزيد والكلام ده كله. فالناس بدأت تاخد بالها، بدأ ان الراجل ده شكله مبسوط سعيد واقف كويس بيتكلم مع الناس بيهزر بيلعب بيتكلم مع دي وبيتكلم مع ده واجتماعي، فالناس بدأت تنجذب له، هو مبسوط بنفسه، ان هو مبسوط ان هو بيهتم بنفسه، مبسوط ان هو بيهتم بشغله، الكلام ده كله، الكلام ده هو كله هو مؤثر في سعادته الشخصية، زي ما بقول لكم يا جدعان، تمام؟ فهنا بقى بدأ يقول، فبدأت اهتمام بمجال التطوير الذاتي، فبدأت مبادئي وقيمي الإيجابية التي تربيت عليها، وأصبحت متشابهة بقيم الغرب التي تجردني من طبيعتي، إلى أن أصبحت طاقاتي ميكانيكية، وأنا مش فاهم هو قصده إيه هنا بميكانيكية، وجسدي متوتر بدون أي سبب. طيب أنا من وجهة نظري إن أنت الحاجات اللي أنت بتتفرج عليها اللي هي لما بدأت إن أنت تهتم بمجال تطوير الذات والكلام ده كله، يعني ممكن من وجهة نظري بص لك على حاجة، أنا كوتش، وبرضه قبل ما أبقى كوتش كنت زيك برضه، فاهم؟ فأنا شفت حاجات كتير قوي، وشفت حاجات كتير قوي الناس بتتكلم عليها ما تديش اي نواتج صحيه. بمعنى مثلا يعني في واحد مشهور مثلا طلع اسمه اندرو تيت، انا بكره الراجل ده، مش بكرهه يا جدعان، بس انا ما بشوفوش ان هو بيدي اي نوع من انواع النصايح الصحيه اللي تخلي المجتمع بتاعنا احسن، لا كله 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 افكار سلبيه. انا مش عاوز اديك الحاجات دي، انا عاوز ان انا اديك المعلومات اللي انت تقدر تشكلها على طريقتك انت، تمام؟ انت تفهم الرجاله وتفهم الستات عشان تقدر تفهم نفسك، وان انت تتعامل مع المجتمع والستات باسلوب احسن، وان انت ما يبقى عندكش مشاكل نفسيه، ان انت لما تيجي مثلا تحب وتتجوز وتخلف ان انت ما تطلعش المشاكل النفسيه دي على عيالك، والعيال بتاعتك يدوروا على نفس العلاقات الغير صحيه اللي انت دخلت فيها واللي اهلك دخلوا فيها، ممكن ما اعرفش. انا بحاول هنا اعلمك الحته الصحيه، وانت حطها طب الطريقه اللي انت عاوزها، انا بديك اللي بيشتغل،
تمام، بديك اللي كده كده بيحصل، فانا عاوز اديهولك انت اتعلمه بالطريقه الصحيه مش بالطريقه السلبيه اللي بالكلام كتير بشوفه كتير قوي 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 على النت. تمام، فيعني انسى كل يعني الحاجات السلبيه اللي بتقول لك مثلا ان الستات عاوزاك مثلا كلها لمصلحتها والكلام ده كله، ان الرجاله كل هي عاوزاه يعني جنس ماشي، الرجاله عاوزه الحاجات دي والستات برضو عاوزه فلوس وكل الحاجات دي طبيعيه، بس في ليميت، في بالانس، في ناس كده وفي ناس كده، مش كل الناس شبه بعض. تمام، فمن الواضح ان انت بدأ من ساعه ان انت تحاول ان انت تغير من نفسك وبدأت تحس ان انت الحاجات اللي بتعملها دي مش صح خالص. انا معرفش ايه هي بس انت مش كاتب، بس يعني من واضح ان هي ضد قيمك الشخصيه والدينيه والاعتقاديه وعن نفسك وعن العالم وعن الناس، فهي طبعا مضايقاك. تمام، انا معرفش ايه هي، انت مش كاتب. واصبحت اظهر للكل انني ضعيف الشخصيه على الرغم من انني احس بالايجابيه لشخصيتي، ودائما اريد لنفسي اريد الخير لنفسي والاجود لها، ولكن لا احصل على انتباه من الفتيات على الرغم من انني احب مواعدتهم والخروج معهم، وكثيرا من الاحيان اعتقد بانهم يحاولون تجربتي وامتحاني لكل ما لكن يمر الوقت بدون اي نتيجه. هل بتعليق على هذا الامر يا اخي؟ طيب، اخر حاجه بقى عاوز اقولها ان انا شايف ان انت ممكن يكون عندك مشكله، زي ما انا بقول لك ان انت رامي قيمتك الشخصيه على الاخرين، تمام، شويه على نفسك وشويه على الاخرين، شويه على نفسك وشويه على الاخرين. لو انت عايز تحل المشكله دي كلمني زي ما قلت لك ازاي. وتاني حاجه انا شايف ان انت لازم تبدا تفهم الرجاله والستات بيفكروا ازاي. تمام، لازم يعني انا ما اعرفش انت بتفشل فين، بس من الواضح ان انت بتفشل في نص العلاقه. يعني مثلا زي ما احنا عارفين ان العلاقه الحميمه ما بين راجل وست بتتكون من 3 أو 4 مراحل. اول مرحله التعارف، ان انت لسه بتتكلم معاها لاول مره خالص. تاني مرحله التواعد. تالت مرحله انتوا الاتنين في علاقه مع بعض، اذا كنتوا متصاحبين متجوزين ايا كان. ورابع علاقه او رابع مرحله ان انتوا اللي هتسيبوا بعض. تمام، فمن الواضح ان انت بتفشل في واحده من الاتنين دول. ف انا ما اعرفش برضو، انت مش كاتب بتوضيح. ف لو عاوز مساعدتي من فضلك ابقى يعني خش تحت في الديسكريبشن، في هتلاقي اللينك، خش واحجز حصتك دلوقتي، وصدقني انا هساعدك في اسرع وقت ان انت تحل المشكله دي. وصدقني المشكله دي مش بس هتساعدك في علاقاتك، لا دي هتساعدك في حاجات كتيره في حياتك، لان انت اكلك يعني اكلك كان عندك شجره كبيره قوي، والشجره دي كانت عماله تكبر بسبب ان انت عمال تاكد على الاعتقاد الخاطئ، مثلا ان انا مش محبوب او ان انا مش كويس كفايه، فكل شويه بتخش في علاقه وان انت تدي قيمتك الشخصيه وسعادتك الشخصيه وقيمتك الشخصيه على الشخص التاني، فانت خايف الشخص التاني يمشي، لان انت لو هو مشي انت قيمتك الشخصيه هتقل او هتنكسر، انت رامي سعادتك الشخصيه على الشخص الاخر او على الطرف الاخر. فكلمني، ولو حد اي عنده اي سؤال او عنده اي مشكله في حياته من فضلك ابعت لي ايميل على contactmasteryself@gmail.com. وthank you so much for watching and don't forget to become the master of yourself.